وقتكم، يعطيكم العافية. شكرا لك لتواجدك معنا اليوم، وأكيد رح نحكي في هذا الموضوع اللي يمكن كتير حساس، يمكن أثر وأدى كثير نفسيات ناس، يمكن وصلهم لمراحل جدا سيئة الواحد ما يتوقعها. لكن خلينا بما أننا نحكي عن الإشاعة وأنها ممكن أنها تنتشر، هل نقدر نقول أن الإشاعة ممكن أنها تأثر على أصحابها بشكل سلبي؟ أوكي، أول شيء خلينا نتكلم أنه الناس عندهم مشكلة في المسميات. لما يسموا الشيء أنه خبر حينقلوه، وشيء حلو أنك تنقل خبر، صح. لكن لما يعتبروه إشاعة، الشخص لو فهم فعلا أنه هذه إشاعة بطبيعته ما حينقلها، إلا قليلين اللي يكون عندهم أمراض، ما بقوا أمراض، عندهم اضطرابات نفسية، نعم. اللي ممكن ينقل خبر أو ينقل إشاعة وهو متعمد أنها إشاعة. وأحيانا تكون الإشاعة حرب أصلا بين دول، حرب بين بين فئات من المجتمع، حرب نفسية، حرب أصلا تؤثر. يعني مثلا نشوف إشاعات مثلا تطلع على أشياء يطمح المواطن هالصير، فيجي أحد يرفع سقف التوقعات بإشاعة، نعم. فلما تطلع غير صحيحة، الهبوط هذا من سقف التوقعات العالي يأثر على نفسية الناس. يعني لما يجي أحد الآن مثلا يقول يا جماعة ترى بكرة حيفتح السفر، نعم، ويطلع إشاعة زي هذه وعندي مصدر موثوق من إيش من هالكلام، الناس يرتفع سقف التوقعات عندها، تبتدي تهيئ نفسها، فبعدين لما تطلع إشاعة يكون في إحباط أقل. الإحباط هذا ما كان بيكون لو ما حد قال لهم إنه حيفتح، ما حد كان حيصير الإحباط، صح. هم متكيفين مع الوضع. المشكلة إنه إحنا بالإشاعة أكبر خطأ نسوي نرفع سقف التوقعات عند الشخص. لما أجي أنا للشخص وأقول له مثلا ترى مديرك قال إن لك 20% زيادة في الراتب، هو كان يمارس عمله ومستمتع، بس جيت أنا أعطيته هذه الإشاعة، بعدها بيوم رفعت معنوياته، بعدها بيومين اكتشف إنها إشاعة، حيصير أسوأ مما كان عليه. صح. فالإشاعة تضر عندنا أنه الشخص يرتفع فيه السقف إلى أمل، إلى شيء أكبر. فدائما حنقول لا تعطي إشاعات. ما إيش الفائدة أنك تعطي إشاعة؟ في ناس للأسف تحس أنه سبق صحفي، تحس أنه صح. تعرف الناس اللي يحب يكسب اهتمام الآخرين، شوفوني واو جاب، نعم. كلام جميل. طيب بس بالأخير الكلام الجميل هذا بيطلع غلط أو يطلع كذب، يعني مو صحيح، إشاعة نشوة. فإيش راح تكون، إيش راح تكون وجهه؟ يعني هي نشوة لحظة بتطلع معاه صح بس فهي نشوة لحظة عادة بتطلع معاه، فالشخص بيستمتع بهذه اللحظة، نعم. ما بيفكر بعد يومين بعد ثلاثة إيش بيصير. فدائما نحن نطلع شائعات، نطلع أخبار سلبية بغرض، أحيانا بحسن نية. احيانا انا جاني خبر مثلا انه اللقاح الفلاني يسبب تجلطات، انا من واقع نيه طيبه ارسلت هذا الشيء لناس اخرين علشان احميهم، لكن فعليا غير صحيح ان انا اروج لخبر من غير مصدر موثوق. صح. طيب استاذ محمد، في كثير ناس تميل انها تنشر الشائعات، هل هذه الاشياء تكون لها دوافع نفسيه عند الشخص اللي قاعد اصلا ينشر الشائعه؟ احيانا ممكن تكون مساهمه في افساد شيء مجتمعي، زي لما قلنا اشاعه رفع سقف توقعات المواطنين الى شيء معين، نعم. فيكون بعدها هدم. احيانا يكون محاوله كسب الانتباه، شخص يحس انه هو غير مرئي او مهمش او ما حد يسمع له، فيبغى شيء يثير انتباه الاخرين، يستمتع ان الناس تشوفه. في ناس نفسيا يرتاح مجرد ان الناس تشوفه. من اخطر الشائعات لما الشخص الان يتناقل رساله ويكتب في الاخير مما وصلني، ما تخلي مسؤوليتك من نقلك، صح. لخبر غير صحيح. ايضا من الطرق اللي الان للاسف الكثير يقع فيها، شخص يكتب رساله في الواتساب وفي الاخير يحط رابط خبر من صحيفه معروفه. الرابط الخبر صحيح انه رابط خبر، لكن لو دخلت على الخبر المحتوى ما انذكر فيه كل اللي في الرساله، فبس العنوان متشابه لكن المحتوى مختلف. فللأسف لازم نتنبه، لا تأخذ الخبر إلا لما تقرأ من مصدر رسمي بشكل صحيح. لا تأخذ خبر نحط لك رابط وكلام تأخذ الكلام أنه صح، ادخل الرابط تأكد. ومو كل رابط ندخل عليه خلاص معناته شيء. عندنا صحف معروفة زي سبق، عكاظ، المدينة، الرياض، الصحف المعروفة أو القنوات التلفزيونية المعروفة، يعني زي قناتكم، زي السعودية، زي غيرها، القنوات المعروفة، الصحف المعروفة. صدقوني أنا أول ما يجيني أي خبر على الواتساب أو في تويتر أو في أي مكان أشوفه، على طول أروح أتصفح المواقع الرسمية للصحف الإلكترونية. ما هو معقول أنه مثلا مها جابت خبر وسبق صحفي سبق ما نشرته أو عكاظ في موقعها، صح. يعني هذه الصحف
بكل إمكانياتها هذا الشخص سبقها، صح. ما هو معقول. صح. وجماعة طرف علم هذول يا ليت يخفوا. الشخص اللي يجي ويعطيك معلومات كثيرة تقول له من وين؟ والله طرف علم. هذول أنا أتمنى يكون في قوانين، وفي قوانين الآن تحاسب. الآن مثلا في أزمة كورونا كان في قوانين جدا صارمة، صحيح. أي شخص يطلع شائعة تخل بالنظام أو تخل بالأمن المجتمعي يحاسب سجن غرامات. فكويس إن في رادع، أتمنى إن هذا الرادع يصل إلى حتى الإشاعات المجتمعية اللي تطلع على الأشخاص والأفراد. يعني لما يجي واحد يطلع إشاعة على شخص هذا تشويه سمعة، تمس بالسمعة الشخص، تمس مستقبله. فالحمد لله أنا أتوقع الأنظمة الرادعة حتكون قاتلة للإشاعات بشكل كبير إن شاء الله أنها تكون. لكن للأسف لسه موجودين السطحيين، موجودين الأستاذ محمد. لكن يمكن أنا ودي أسألك ده السؤال اللي يمكن جدا مهم بالنسبة للإشاعات. ليش دائما نشوف الإشاعات متمحورة حول المواضيع السلبية أو الأخبار السلبية أكثر من الإيجابية؟ يعني نادر ما نشوف إشاعة إيجابية، وش السبب؟ يعني ما أبغى أعمم، لكن كثير من المجتمع يبحث عن الفضيحة أو شيء لافت. لما أقول فلان حصل على الماجستير الناس بتقول مبروك خلاص وانتهى، لكن لما أقول تعرف أن الممثلة الفلانية اتطلقت الكل يروح يبحث في تفاصيل هذا الطلاق. فيمكن حتى تكون مين معروفة وفجأة الناس تبي تعرفها عشان الموضوع. وأحيانا يعني ترى يكون مدروس، الإشاعة تكون مدروسة، تكون نفس الشخص هو مطلع الإشاعة من باب الدعاية السلبية. صح. فصدقوني الناس يلفت انتباه للأسف الأخبار السلبية. في إشاعات إيجابية تنتقل زي إشاعة فتح السفر، إشاعة صرف راتب بين موظفي الدولة، إشاعات مثل هذه إيجابية وتنتشر بقوة. لكن طبع الغالب إنه الناس لما يجي خبر سلبي ملفت. في يعني للأسف يعني نتمنى إن المجتمع يتغير بشكل أكبر. لما يكون المجتمع ما يبحث عن سلبيات الآخرين، ما يبحث عن فضائح الآخرين، صح. ينشغل الشخص بنفسه، صدقوني ما حيتتبع هذه الأخبار. هذه الشائعات لو ما لقت لها مستقبل ويعطيها جوها ما انتشرت. صح 100%. طيب وش رايكم نشوف شيف عمار وش مسوي؟ وين وصل؟ وش سويت يا شيف عمار؟ احنا من جد احنا هنا جوعتنا معاك. انا اقول لكم انا عيني عليك في اشاعه تقول انك خبصت الطبخه. لا لا اسمعي انا عيني عليك وين محلها مثاتا. يديكم العافيه جميعا، ومبسوط صراحه بالمواضيع الجميله اللي بتطرحونها. بس نيجي للصوص يا جماعه الخير. الصوص هذا نحط تحته يعني الاف الخطوط. ليش؟ لانه صوص صحي وفي نفس الوقت لذيذ. حطيت فيه البقدونس، عندنا الليمون، عندنا الثوم، وعندنا البصل كمان. حطينا فيه الزعتر الفرنسي، وعندنا لمسه من الفلفل المجروش والملح والفلفل. وصار الان عندنا وقت الموسيقى المطبخيه، راح نحوشها لبعدين على اساس الصوص عندنا يكون مخلوط وجاهز في نفس الوقت. بعد كذا عندنا باقي الطبخه، تفاصيل جدا بسيطه. عندي هنا الدجاج اوريدي محضر، زيت الزيتون، عندنا الثوم المجروش وكمان الزنجبيل المجروش. فنقدر نقول انه صار متبل جاهز مع شويه من الملح، يعني رائع راح يكون جدا، لدرجه اني حتى ما صرت عارف اعبر بالكلام. عندنا البطاطس كمان راح يكون جاهز، راح نتبله بشويه من الثوم، وعندنا شويه من البصل والسماء، وراح نحطه مع زيت الزيتون في الفرن. فنقدر نقول انه وصفتنا يا جماعه الخير تقريبا مشارفه على الانتهاء، في نفس الوقت جدا بسيطه. فراح نطبخ البطاطس في الفرن، الدجاج راح نحمره على النار، والصوص راح يكون مخلوط معنا جاهز بالاضافه للشوربه. اتوقع انه مائدة فطور مهمة وجميلة وصحية ومتزنة كمان. صحيح. العافية، يعطيك العافية شيف، واحنا اكيد بنكمل معاك كل تفاصيل الرحلة زي ما نقول الباقية. انت الحين بس قاعد تضيف الاشياء على البطاطس، صحيح؟ صحيح، اللي هي وبعدين كل شيء راح نحطه في صينية وراح يدخل على الفرن. صحيح. وانت ماشية صح. اوكي ممتاز. شيف راح نرجع لك، بس خليني اسال استاذ محمد. طبعا معنا، انا بسالك سؤال ما له دخل في الموضوع اللي احنا نحكي فيه. كيفك في المطبخ؟ بس ما يكون عن طبخة الشيف. كيفك في المطبخ؟ قاعد تدخل المطبخ تساعدهم في المطبخ ولا؟ قول الصراحه، ترى انت لايف استاذ محمد وعلى الهواء. انا يمكن حدودي في المطبخ اني ادخل اساعد في عصر البرتقال، بعض الامور البسيطه. اما في الطبخ بصراحه مالي، ممكن ادخل اساعد في تحضير ما بعد الطبخ، يعني وضع الاطباق والاشياء هذه، اللمسات الاخيره. اما بصراحه في الطبخ مالي،
بس الله يسامح الشيف بصراحة أنا ما نعرف أتكلم بداية اللقاء لأنه قاعد من الروائح المغرية تواتن الله يسامح العافية الله يرضى عليك يعطيك العافية ألف شكر لك أستاذ محمد شكرا لك على المعلومات ويا ليت على قولك زي ما قلت الإشاعات ما عاد تلقى مستقبل لها إن شاء الله يا رب يعطيكم العافية وسعيدني بشوفتكم يا ليت الفقرة بعد المغرب عشان الشيف نستفيد منك شكرا لك أستاذ